السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. باش نتكلموا في الفيديو هذه حول مصادر المعرفة الغنوصية. طبعا كما قلت لكم الغنوصية عندها ياسر أسماء، عندها المعرفة، عندها الحكمة، عندها العرفان، الروحانيات، هذه كلها أسماء في الحقيقة تدل على شيء واحد وهي الفطرة. ولكن في الحقيقة كل اسم يدل على جانب من جوانب معرفة الفطرة. طبعا احنا قلنا في فيديو سابق ان مصادر الغنوصية هي مصدرين، ما يسمى بالمصدر الداخلي والمصدر الخارجي. ولكن الحقيقة إن مصادر الغنوصية هم أزليين، يعني يمكن أن تفهم الغنوصية في أي شيء، بل في أي شيء في شيء. يعني يكفي أنك تفهم ناموسة باش تفهم الغنوصية كلها. وهذه مسألة نظن فهمتوها، إن كل شيء موجود في كل شيء، بل حتى الشيء نفسه هو مركب من أشياء. يعني يكفي أنك تفهم الجناح اليمين متاع الناموسة باش تفهم كل الناموسة وتفهم كل الوجود. ولكن لأن احنا موجودين في عالم الوجود، ما نجموش نفهموا حاجة أزلية، وما عندناش الوقت، فهمت، والعمر باش نقعدوا نبحثوا في حاجة يعني بالتفاصيل ونقعدوا فيها عمرنا كامل. هذاك علاش محتاجين للتحديد. التحديد مسألة مهمة في عالم الوجود. بدون التحديد لا يمكن فهم الوجود. ولهذا معناتها احنا نقسموا المعرفة الغنوصية الى قسمين، ما يسمى الجانب الداخلي والجانب الخارجي. طبعا احنا في الفيديو هذه اللي باش تكون قصيرة طبعا ما نجموش نحكيو على زوز جوانب، باش نكتفيو في هذه الفيديو بالحديث عن الجانب الداخلي، بل نمشي اكثر من هذاك. الجانب الداخلي لازم يكون مستعد باش يتلقى المعرفة او الحكمة او اي اسم اخر. لكن قبل لازمني نقول لكم حاجة. أول حاجة لازمك تعرف اللي كل شيء، بل كل جزء من شيء يأتي إلى هذا الوجود وهو يحتوي على المعرفة كاملة الأزلية. ولكن كل شيء عنده طاقة معينة أو قدرة معينة أو جانب معين لفهم هذه المعرفة. يعني الحجرة والنبتة والحيوان والإنسان كلهم يجيوا للوجود هذه بنفس الكمية بتاع المعرفة الأزلية. هذه مسألة واضحة، وإحنا ما نشبش نحكيه على الموجودات الأخرى، خلينا في إطار الإنسان. وقت نقول إنسان، أي إنسان يولد، غني، فقير، عنده ظروف خاصة، من أي دولة، من أي منطقة، من أي جنس، من أي أصل، مريض، غير مريض، فهمت؟ مهما كان، الكلهم يتولدوا بكمية المعرفة نفسها. ولكن طريقة المعرفة أو ما يسمى القدرة على المعرفة، كل إنسان يولد بقدر معين، وهذا القدر يعود إلى تاريخ من أوجده، بوه وبوبوه وجداده وجد جداده إلى الأزل. يعني الفرق ليس في الكمية وإنما في فهم هذه المعرفة. فما
إنسان يتولد عنده 80% ينجم يفهم هذه المعرفة، وفما إنسان يتولد عنده 20%، واحد عنده 40%، كل واحد قدش عنده. ولكن كل إنسان يتولد بكمية من القدرة مهما كان لمعرفة المعرفة الأزلية ينجم يزيد فيها ولا ينقص فيها. يعني اللي تولد ب 80% ينجم يولي 10%، واللي تولد ب 10% ينجم يولي 80%. يعني الفرص هوني كيف كيف. إذا الإنسان يتولد بنفس الكمية ولكن ليس بنفس القدرة. مش كيما واحد أجداده بحثوا في الغنوصية، كيما وحود ما بحثوش في الغنوصية. أنت بيدك كي تبحث في الغنوصية تعطي لأولادك وأولاد أولادك فرصة أكثر للبحث فيها. هذه مسألة مهمة جدا. هذاك علاش احنا نعرفوا وقت نمشيو نشوفوا البراهما في الهند ولا الفيديين، عندهم كل منطقة بل كل قرية بل كل مجموعة يختاروا شخص معين ويعزلوه على والديه ويعيشوه في عزلة، ويتم توجيهه توجيه خاص حتى يكبر، من بعد يتعلموا منه. هذه تنجموا تبحثوا عليها وتشوفوها في الهند، إلى الآن يقومون بهذه العملية. وطبعا حتى في الديانات الإبراهيمية موجودة هذه المسألة، إن واحد يهب ابنه أو بنته للهيكل أو للمعبد، حتى في المعتقدات اللي قبل اليهودية هذا الشخص يتم وضعه في مكان معزول عن الناس مع الكهان من أجل أن ينطق بالمعرفة. هذه مسألة موجودة. إذا اللي حبيت نقوله هوني، يعني مسألة مهمة، إن الإنسان يولد إنسان، من بعد نتيجة العائلة، التربية بتاع العائلة، الأم، البو، المجتمع، الثقافة، البلاد، يبدلوه وينسى الأصل اللي تولد عليه، ما يعيش بالفطرة متاعه وما يعيش بالقدرة متاعه، ينجم يدمروه كليا. ولكن أي إنسان مهما كان ينجم يغير مصير حياته. هنا حبيت نقول حاجة، إن أكثر الأشخاص اللي يتوجهوا للداخل متاعهم وللفطرة متاعهم هما الأشخاص اللي يتعرضوا للظلم واضطهاد، سواء نتيجة الظروف اللي يعيشوا فيها كما الحروب، المشاكل، الفقر، غيرها من الأمور. ولكن لا يعني كل إنسان يتعرض لمظالم اجتماعية أو عائلية إنه يلجأ للفطرة متاعه، ولكن هناك كثير منهم يلجؤوا للفطرة متاعهم ويحققوا مكاسب كبيرة جدا، وحتى في بعض الأحيان بدون ما يشعروا أنهم توجهوا للفطرة متاعهم، يعني بدون وعي. ولكن هذا ما يعنيش اللي يعيش حياة عادية ما يكونش عنده الخيار في وقت من الأوقات أنه هو بيده يتوجه للفطرة بتاعه. كما أن الأشخاص اللي عايشين في ظروف حسنة وبذخ وغيرها ما يمنعش أنه هو زاد يتوجه للفطرة بتاعه. إذن المسألة رغم أن ساعات الحياة والظروف هي اللي تجبرنا باش نتوجه للفطرة وباش نفهم الداخل متاعنا، ولكن يبقى ديما الخيار فردي.
الإخوة يسألوني ساعات كيفاش نولي غنوصي. هنا حبيت نقول لهم حاجة، راه ما توليش غنوصي، والإنسان اللي يحب يقرأ ويتعلم باش يولي غنوصي عمره ما يولي غنوصي. وأنا نقصد غنوصي يعني يولي يفهم، يولي عنده الوعي. الوعي حاجة يا إما تكون قوية عند الولادة متاعنا ونتولد بيها ونتبعها من غير ما نشعر، وإلا نحاول باش نتعلمها وننتبه وتجي فينا واحدة واحدة. كيما التنفس، هي مسألة طبيعية كيما نتعلم الكلام. فما واحد منكم تذكر وقتاش تعلم يتكلم، ولا حتى وقتاش تعلم يكتب أو أتقن أي شيء؟ وتتقن شيء ما تعرفش وقتاش بديت تتقن فيه، حتى وتتعلم لغة جديدة ما تفطنش بروحك. وقتاش تعلمت تتكلم اللغة بطلاقة؟ بل عندما تنسى المسألة هذيك وقتها تتعلم اللغة أو تتعلم الشيء. أما كي تبقى مركز وقتاش نتعلم وقتاش نتعلم وقتاش نتعلم، تبقى ديما ما تتعلمش. نفس الشيء بالنسبة للفطرة وفهم الفطرة ووعي الفطرة. كان أنت تركز على أنك تحب تتعلم وتحب تعرف، راك ماكش باش تتعلم بالكل. وأنا خلال حياتي فما كثير معناتها يعترضوني في حياتي ونحكي معاهم بطريقة معناتها مباشرة، تلقاه يحب يتعلم باش يستعملها، باش يظهر روحه اللي هو يعرف. وهناك كثير جدا في حياتي تعرضت للنوع هذا، وفي الحقيقة يتعلم 4-5 حاجات وخلاص يسخايب روحه عرف، ويدور بيه جماعة فبيصفقوله ويعيش حياته كاملة في وهم على أساس أنه وصل للحكمة. وتلقاه مثلا هوني مثلا توا في العصر هذا على الفيسبوك يهبط مثلا أقوال، فهمت، تاع المعرفة وتاع الحكمة. أو مثلا وقت يقابل ناس ولا يحكي مع ناس يظهر روحه اللي هو فهمت يعرف يقول لهم أقوال نتاع حكماء. راهي المعرفة ليس شيء تكرره أو تضعه على الحائط بتاعك، هو شيء تحسه في الداخل بتاعك، تحسه تعيشه تفهمه تطعمه تشمه. ومع الأسف كثيرين يظنون أنهم وصلوا للمعرفة والحكمة وهما فارغين كليا، والأشخاص اللي حولهم يشجعوهم باش يخليوهم في الجهل متاعهم. إذن أنا أنصح كل إنسان يحب يتعلم المعرفة إنه يتخلى على فكرة إنه يحب يتعلمها، وإلا يحب يتعلمها من أجل غاية في نفس يعقوب، مش هكاك. الفطرة هي الطبيعة، هذه مسألة جدا مهمة. طبعا احنا هون في هذه الفيديو باش نتكلموا على المصدر الأول الذي هو الداخل. وطبعا المعرفة كما قلت لكم هي موجودة في كل إنسان، ولكن كل إنسان عنده درجة معينة من الوعي، واحنا هالوعي هذا هو اللي لازم نطوره. والوعي هذا ما تنجم تطوره لما تنظف الداخل بتاعك. فما ثلاثة حاجات مهمة باش نقولهم في هذه الفيديو كيفاش تنظف الداخل بتاعك او تفرغ الداخل بتاعك. وهذا ينطبق على اي انسان مهما كان ومهما كان عمره. اول حاجة انك تنعزل عن العالم. طبعا مش تقولوا لي تخلوض انت، بالفعل وقتها تمشي مثلا لأحد المعلمين
طب بعد نحكي على المعرفة الخارجية، أول حاجة يطلب منك إنك تبيع اللي وراك واللي قدامك وإنك تتبعه، إنك تبطل كل شيء، كان عندك امرأة تطلقها، كان عندك ولاد تخليهم، كان عندك خدمة تخليها، قراية، كل شيء وتتبعه. وهذا موجود حتى في الديانات الإبراهيمية حتى الآن، ما يسمى التكفير والهجرة. التكفير والهجرة هي فكرة غنوصية، يعني إنك تنعزل عن المجتمع وتخرج تبدل. علاش هذه النقطة؟ هذه النقطة جدا مهمة، لأن إحنا وقت نترباو يربيونا يعلمونا حاجات يخليونا مربوطين بها، وهذه الحاجات اللي نبدأ مربوطين بهم ما تسمحناش باش ننتبهوا للداخل بتاعنا. يعلمونا الموضة، المسلسلات، التلفزة، كل ما هو شيء ملهي، حتى ما يسمى بالصلوات ويوم الجمعة وغيرها من الأمور، حتى الحفلات. في الحقيقة كل هذه الأمور، حتى الدعاية من أجل المادة الفلانية أو المادة الفلانية، ما يسمى كل إنسان يخليه مدمن بحاجة أو أكثر من حاجة، وهذا متعمد، لأنهم لا يريدون الشعوب أنها تفيق. لأن الأشخاص اللي يسيطروا على العالم سياسيا واقتصاديا وغيره يحبوا يقودوا قطيع. كان الناس باش تتحرر، شكون باش يقودوا؟ إذا إلى هيوخ بكل هذه الأمور، وبر الوالدين وغيرها من الأمور، فهمت؟ والمستقبل متاعك والخدمة والقراية متاعك هي الكل، وكل شيء هذيك الأمور يخليوك حياتك كاملة كيف ما يسمى الحمار والجزرة. تولد وقتاش تمشي، تمشي تدخل المكتب، تقرأ كذا، تخدم، تعرس، تجيب ولاد، تكبر، تموت، يدفنوك ويرتاحوا منك. أنت حياتك كاملة عشت بين قوسين كالحمار، وهما ركبوا على ظهرك ما يسمى الأديان والسياسيين ورؤوس الأموال وغيرهم، وعاشوا حياتهم كما يحبوهم. وانتوما جيتوا للدنيا هذه غير ركبوا عليكم فقط. إذن أول نقطة هي عدم التعلق بكل ما هو حولك، مهما كان، لا أمك، لا أبوك، لا أولادك، لا قرايتك، لا خدمتك، لا حد شيء. طبعا أمر صعب، تقولوا لي هذا الشيء مستحيل، فما حل؟ في الحقيقة الحل هو تنجم تعمل هذوما الكل، ولكن تحقق الاقتناع في داخلك. أنا وقت كنت نقرأ عند أحد المعلمين، وقت حاجة معنتها يطلبها مني ديما يأكد لي على حاجة، يقول لي مش مهم تعملها، وإنما المهم نحس أنا اللي أنت تنجم تعملها. أو كما قلت معنتها قبل في فيديو سابقة، المهم أنك تملك الأشياء لا تملكك الأشياء. يعني هذه وإن كانت موضة، فهمت، لابسها ولكن نجم نستغنى عنها، مانيش فيها، نخدم أوكي، ولكن نجم، أنا مقتنع في الداخل بتاعي نجم نوقف الخدمة، نجم ما نقراش ولكن نقرا ونخدم ونعيش مع دارنا ونعيش عادي، يعني نكون في المجتمع ولكن في نفس الوقت ما نكونش مدمن عليه. وهنا مسألة مهمة جدا، لأنك تولي تعي شنو تعمل وشنو ما تعملش، لأنك تعتبر نفسك أنت وحدك الموجود، وكل ما حولك هو عبارة على افتراضي غير موجود. والإنسان اللي تشوفه مهتم ياسر بالتفاصيل، مثلا تدخل الدار وتلقاها دار ومعبية بالدبش، منها مكتبة، أمور، تلقاها معناتها دار معبية،
ما فيهاش فراغ، فهمت؟ معبيها كل جهة، أعرف راهو إنسان فارغ، ولا إنسان يعني بمظاهر ويلبس آخر حاجة ويسكن في أحسن بلاصة باش يتباهى وباش يتفوخر وباش يضع روحه اللي هو خير من الآخرين، فهمت؟ يعني كطبيعة، نتكلم فيك كطبيعة، تنجم تكون عندك هذاك الشيء كله، ولكن أنت إنسان بسيط عادي متواضع. هذه هي النقطة المهمة، راهي مسألة شعرة باش تفهم من بين هذا وهذا. تنجم تلبس أحسن حاجة وأغلى حاجة، ولكن ماكش مرتبط بها. إذن أول نقطة، التربة اللي باش تبني عليها ذاتك وباش تتلقى المعرفة هو الاستقلال على كل ما هو خارج مهما كان، ما تربط بشيء، حتى شيء ما يربطك، كل شيء تنجم تسلم فيه. وقت توصل للفترة هذه أو الحالة هذه وهي قد تدوم سنوات، باش تولي أنت ما عادش تتأثر. ينجم واحد مثلا يكلمك، فهمت؟ وأنت ما لازمكش تنفعل، يكلمك بطريقة خايبة ولا حاجة ما تنفعلش، ولكن تنجم تظهر روحك اللي أنت تنفعل باش ما يشوفوكش إنسان غير عادي. يعني نظن فهمتوها النقطة هذه. يعني مثلا نجي مثلا شخص يعاركني، انا نتعارك معاه لكن بوعي، نتعارك معاه نعرف روحي اللي انا قاعد نتعارك معاه، مش نتعارك معاه كردة فعل. وهنا تولي حياتك تتبدل كليا، لانك تولي واعي بوجودك وان كل ما حولك هو في خدمتك وتحت تصرفك، انت تتحكم في روحك. هذه النقطة الاولى. أما النقطة الثانية هي في نفس الوقت تستقل على كل ما هو في الخارج، ولكن تحترم كل ما هو في الخارج. شو معناها تحترم؟ هذه معناتها مسألة مهمة. تحترم يعني ما تنافقش، ما تنافقش الآخرين. لازمك تنحي من داخلك النفاق. طبعا حتى هذه صعيبة، واحد مثلا ما يحبش رب العمل نتاعو ولا الاستاذ نتاعو ولا ما يحبش انسان اخر، فهمت؟ يجي يقول له راني ما نحبكش، ما تجيش، صعيبه هذاك. علاش هما يطلبوا العزله، الابتعاد، وانك ما تدور بيك الاشخاص اللي انت تثق فيهم وتعرفهم مليح، لان كل شيء مؤثر ويؤثر. توا انت كي تدور بيك ناس منافقين، انت تسخايب روحك اللي قاعد تحكم فيهم وتتصرف فيهم ويضحكوا لك وكذا وفرحان، ولكن هما يزيدوا فيك على عماك، يهلكوا فيك، يخلوك في الجهل بتاعك، تعيش حياتك كامله وانت تسخايب روحك، عارف نهار اللي تموت تلقى روحك ما تعرف حتى شيء. اذا تنظيف ما حولك، خاصة الأقرباء والأقارب والأصدقاء، هذه مسألة مهمة لازمك تنتبه بها. شكون يكون قريب ليك؟ أشخاص يضروك، حط أشخاص يكونوا مرآة ليك باش تنجم تشوف روحك. أشخاص القريبين ليك باهي، مع الناس الآخرين صعيبة، كما نقول مثلا أصدقاء في العمل أو مثلا رب العمل نتاعك، ولكن نفس الشيء لازمك تكون واعي، فهمت؟ تكون واعي وما تكثرش في النفاق. مثلا انت ما تحبوش، مش تظهر روحك اللي انت تموت عليه، لا، تصرف عادي على الاقل. هذه مساله مهمه جدا، تصرف عادي معاه، ما تصرفش معاه يعني بنفاق كبير، خاطر لازمك تنحي النفاق. خاطر من الامور الاساسيه انك تكون نفسك، لازمك تعرف نفسك شنو تحب شنو ما تحبش، شكون اللي تحبه شكون اللي ما تحبوش، شكون اللي تقبله شكون اللي ما تقبلوش. هذه نقطه مهمه جدا من اجل انك تفهم الفطره بتاعك، وتحاول حتى مثلا في الفيسبوك تلقى مثلا اشخاص
عنده مثلا 1000 صديق او 2000 صديق او حتى 5000 صديق، لكلهم طبالة، لكلهم طبالة، هو يبدا فرحان، فهمت؟ هاو عنده 1000 جام، هاو عنده كذا، يبدا فرحان وكذا، وهما كلهم يتمسخروا عليه. المسخرة توقع ما غير ما يشعروا، مش بنية خايبة، مش بنية خايبة. إذا الأشخاص اللي عندك مثلا في البروفيل نتاعك ولا في الحياة نتاعك اللي حولك قراب، لازمهم يكونوا صادقين، وتنجم تقول لهم اللي تقول لهم ما غير ما يترشوا، خاطر يحترموك أنت كإنسان. هذه النقطة الثانية المهمة. أما النقطة الثالثة، وهذا معناتها كما نقول التربة، التربة اللي باش تسمح لك باش توصل لفهم الفطرة بتاعك. النقطة الثالثة انك تنحي الحاجات الخايبة. طبعا الواحد يقول لك تنحي الحاجات الخايبة، مش سهل. لا، في الحقيقة مش تنحي الحاجات الخايبة، وانما تنتبه للحاجات الخايبة فيك، ومش تنحيها وانما توجهها، وتعرف كيفاش تتعامل معاها، وتفهمها وتاعيها. كما قلت لكم يعني قداش من مرة الإنسان فيه ياسر حاجات خايبة، وهذا يربي هنا المجتمع والتربية وغيرها، فهمت؟ مثل الحسد، مثل الغيرة، مثل الكذب، حتى السرقة، كل هذه الأمور. فما ياسر حاجات لازمنا نعترفوا اللي هي حاجات ماهيش باهية. وعندما نقول ماهيش باهية، ماهيش باهية بالنسبة للإنسان اللي يحب يرجع للأصل متاعه الفطري الإنساني، كما ولد إنسان. شفت الوليد وقت يتولد يبدأ عمره عام وعامين، كيفاش يكون؟ لازمك تكون عمرك 40-50 سنة وعندك طبيعة الطفل، ما عندكش البغض، ما عندكش الكراهية، ما عندكش الحسد، فهمت؟ خاطر هذا الشيء يربيوه فينا من الصغرى. باش تنحي هذوما الامور لازمك تخرجهم على برا، وباش تنجم تخرجهم على برا لازم اللي حولك يوريوهم لك، ولازمك تكون متواضع باش تنحيهم، وتحط قوانين حتى في التعامل مع الناس. مثلا نضرب لكم مثال، انت فيك طبيعه انك معناتها ما تسمحش بالكل، بغضي، فما ناس بغضيين، شنو تعمل؟ فهمت؟ تحط قوانين خاصة شنية الحاجات اللي ما تسمحش فيهم بالكل، واحدة ولا زوز ولا ثلاثة، مثلا تقول الخيانة ولا السرقة ولا أي حاجة ولا أكثر من حاجة. هكاكا تقولها للأشخاص اللي حولك باش يكونوا يعرفوا اللي أنت هذوك من الحاجات ما تحبهمش، ولكن في نفس الوقت لازمك تجعل قانون آخر باش نبقى. تقول مثلا واحد خاني ما نسامحوش بالكل، اوكي ماكش باش تسامحه، يجي يكلم يقول له أنا نبهتك مانيش باش نسامحك أصلا، ولكن تقول زادا كان ثبت لي اللي هو ما عادش باش يخوني، ونحس في الداخل متاعي أنه هو ما عادش باش يخوني، يمكن نسامح. وهنا البغض يتنحى من نفسك بشوية بشوية. هذه أمثلة، وطبعا كل إنسان يعرف نفسه. هي المسألة الكل شنية في الحقيقة، إنك تفهم نفسك، تفرغ نفسك باش تنجم من بعد تتلقى المعرفة. هذا هو المهم. وفي الحقيقة المعرفة أو الحقيقة ليس حقيقة كلية. الناس يتصوروا وقت يتعلموا الغنوصية والفطرة إنها خلاص باش يولي يعرف كل شيء، ويعرف الغيب، ويعرف المستقبل، وباش يولي يعيش أحسن عيشة. لا، ما تفكرش هكاك، باش تعيش كما أنت موجود وعلى حسب العمل متاعك، وإنما باش تولي واعي بكل شيء. وأهم نقطة مهمة هي إنك تولي مرتاح نفسيا وسعيد نفسيا. هذه أهم حاجة،
وأكثر شيء تنجم تعرفه من الحقيقة هي حقيقة نفسك. أنت كي تعرف 10% من حقيقة نفسك يكفي باش تعيش مرتاح، باش تنجم تنتج، باش تنجم تبدع، باش تعرف طريقك. مش كيما إنسان يمشي في طريق ظلام كيما إنسان يمشي في طريق فيه نور، تشوف آخر النهج، تعرف شفما شنو ما فماش. هذه هي معرفة الفطرة. إذن هذوما تقريبا الثلاث حاجات المهمين اللي لازمكم تهتموا بهم، هي عدم الارتباط بكل ما حولك، عدم النفاق مع كل ما حولك، والتخلص من الطبائع السيئة التي لا تسمح للمعرفة ووضوح الرؤية أن تكون في داخلك. نظن هذه الفيديو معناتها واضحة، وفي الفيديو القادم نتكلم على مصادر المعرفة الخارجية. طبعا بالنسبة لمصادر المعرفة الداخلية لازم تحضر المكان، ما تنجمش مكان معبي وانت تجي تعبي، ما تنجمش، لازمك تفرغ، وتفرغوا بهذه الثلاثة حاجات. ثم نمشيو في الفيديو القادم حول سبل المعرفة الخارجية اللي بعد ما تحقق هذا أو وانت تحقق في هذا تنجم تتلقى المعرفة بشوية بشوية، تفرغ شوية وتعبي شوية، تفرغ شوية وتعبي شوية، مع الوقت تحس بالراحة النفسية والإطمئنان، وتولي عندك النظرة واضحة للوجود وللكون. شكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.